صباح الخير. نهار اليوم رح ترتفع درجات الحرارة ورح تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة. غدا نهار رح تكون الأجواء باردة نسبياً، رح تسجل درجات الحرارة خلال ساعات النهار في عمان 14، بالليل رح تنخفض لخمس درجات. يوم الجمعة والسبت رح ترتفع درجات الحرارة، رح تسجل نهاراً 20، بالليل رح تنخفض ل14. رح ننتقل لملخص الطقس. بداية رح تكون أجواء مائلة للبرودة اليوم، أمطار متفرقة في شمال المملكة غدا وطقس مستقر يوم الجمعة. رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. إربد 17، المفرق والزرقاء 18، عجلون 16، جرش وشرق عمان 18 درجة، أجواء معتدلة اليوم. السلط وغرب عمان 17 ومادبا 17. البحر الميت 25، الكرك والطفيلة 16 درجة، أجواء غائمة رح تسجل بمعان نهار اليوم 22، والعقبة أجواء مائلة للحرارة ورح تسجل فيها 26 درجة. هاي الليلة رح تكون الأجواء مائلة للبرودة، إربد 10 درجات، المفرق 7 والزرقاء 9. عجلون وجرش 10 درجات، شرق عمان 9 درجات، أجواء باردة نسبيا، رح تسجل بالسلط ومادبا 10 درجات وغرب عمان 9 درجات. البحر الميت 19، الكرك والطفيلة 9 درجات، معان أجواء باردة هاي الليلة 6 درجات، والعقبة أجواء معتدلة و15 درجة. بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية، رح تكون الأجواء جيدة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية خاصة مع ساعات الظهر. بالنسبة للصحة، رح تكون الظروف الجوية محفز بشكل عالي للإصابة بأغلب الأمراض. أجواء جيدة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية.